كمان الخريجين انه نقدم افكار ومعلومات ورؤى قيمه تساعد الخريجين على المنافسه باسواق العمل. سلامات. محاولة للعودة إلى الفلوكات، هالمرة من بوابة نادي الخريجين ومؤتمر للخريجين باسم المحطة التالية، واللي حاليا أنا رح أكون جزء منه كميسر لأحد الجلسات. إن شاء الله أقدر أكمل الفلوك للأخير، هاي أمنيتي. ليش هي أمنيتي؟ لأنه أنا صار لي فترة ما عملت، يمكن آخر شيء كان لمنتدى الشرق، ما بتذكر أنه عملت فلوك بعده، وهذا الشيء يعني بيخليني كئيب أنه أنا هاي القناة كان الفلوكات جزء منها ولكن انا ما قدرت استمر فيها. طبعا كالعاده لازم نجهز الشنتاي، العدسات 85 مشان الصور، ال50 مشان المقابلات، اكيد الجو برو لانه راح اصور جزء كبير منه، نتاكد من شحنه، الكروت اللي لازم ما ننسى شيء منهم، الوصلات هون، اكيد هاي الكاميرا اللي هلا عم صور فيها راح تنضاف. الفكرة من المؤتمر الخريجين هو بيقدم الخدمات لهذول الخريجين، هو يساعدهم على مرحلة وظيفية أو تقديم لمرحلة وظيفية جديدة. فعلى سبيل المثال بعض الناس عم تكون تتخرج ولكن هي ما عندها أي فرصة إنه هي تقدم بشهادتها على مثلا على أماكن، في بعض المشاكل القانونية، في بعض المشاكل بمنطقة بمكان اللي موجودين فيه، فهذا المؤتمر بيساعد انه هن يعرفوا كيف هن ممكن يقدموا. بفقرتي مثلا راح نحكي عن العمل عن بعد وكيف هو العمل عن بعد راح يأثر على هدول الناس. بيضم فعاليات كثيرة، مو بس أكيد الورشة اللي أنا بقدمها، بيضم فعاليات كثيرة مثل تجارب، خبرات الناس بتحكيها، ما بتوقف عند فقط موضوع العمل. التجربة كثير مهمة، كل حدا بيكون عنده خبرة معينة بيحكيها بيستخدمها الناس التانية بتستفيد منه، ومنه كمان تشبيك مع ناس كثير بنفس المجال أو بمجالات مختلفة لحتى تكبروا العلاقات وتزيدوا من توسيعها. أشكر أمير كتير على مساعدته إلي بتصوير هاي الفيديوهات، لولا ما قدرت لحق أني صور كل هذا العدد وكل هاي الرجزات، فشكرا لك أمير وبالتوفيق لك دايما يا وردة. صراحة كتير استغربت من الكلام اللي حكى من شوي بالداخل الجلسة بالقاعة تحت، أنه عن الموضوع أنه هن الشعب هون بتركيا وليس عنصري، أو حسيت فيه تبرير للعنصرية، طبعا الشعب بتركيا أكيد مو كله عنصري قطعا، يعني هذا الشيء ما حدا بيختلف عليه، ولكن انك انت تبرر هاي التمسك بالقوميه، طول ما حد عنده مشكله يتمسك بقوميته بوطنه بحب، هون اهلا في عنا عروبيين في غير، بس انك انت تكون مؤذي بهذا التمسك ومؤذي وتاثر بالناس وممكن تحرض عليهم، فلا صار اسمه عنصريه وعنصريه مقيته. فما انزعجت كثير صراحه من التبرير، ما بعرف انا ما حبيت اني داخل بهيك بهذا المكان، ولكن هي يعني تبرير جدا اعمى برايي الشخصي. بنبلش اختيار الفرق بسبب العمل، هل العمل راح يكون متوفر أو لا؟ وبنختم في مسارنا الجامعي أيضاً بأنه نحن نفكر هل راح يكون في عدنا عمل، أو خلينا نقول بالسنة الأخيرة نفكر دائماً عن كيف أنا ممكن أحصل على عمل. إن شاء الله اليوم راح نحكي عن موضوع خلينا نقول هو يتلافى أو يحل مشكلة كبيرة من هي سلسلة المشاكل اللي يواجهوها السوريين، واللي هو العمل عن بعد. بشكل عام نشوف لا تبطيل العمل المكتبي هو أكبر من العمل عن بعد. مقصود أنت تعمل بشركة ولكن هوم بيست، تشتغل بشركة ولكن أنت في مكان إقامتك، في مكان عملك. مثلاً النوع الأول من التحديات هو موضوع اللغة الإنجليزية. أول ما بلاش أشتغل بالشركة النرويجية بلاش أشتغل مع ناس لغة الأم هي إنجليزية، تمام؟ يعني شلون هدول اللي بالأفلام بحكوا بسرعة وبالحشو ثلاث كلمات مع بعضهم بتدوها،
هلا في جانب هون العمل عن بعد هو الجانب القانوني اللي هو انا عم تجيني مصاري من برا. هذا وجه السؤال للاستاذ حسام. هلا البلد اللي نحن فيه حاليا اللي هو تركيا بلد ما بينعمل العمل عن بعد قانونيا. لا اذا كنت انت بغازي عندك عم تشتغل مع شركه في اسطنبول ولا اذا كنت انت حالك. بما انك انت موجود هون الى هي اللحظه فما تنسى تعمل اشتراك بالقناه وتفعل زر الجرس ليصلك دائما كل جديد من فيديوهاتي، واكيد بانتظار دعمكم وتشجيعكم الي بالتعليقات. ناشر احصائيه 83 مليون وظيفه قد يتم شطبها خلال السنوات الخمس المقبله. التقينا مع الصديق الجميل أسامة حناوي ملك الباكيتمان والرائد الأعمال الجميل جدا. رح نحكي بس طبعا أسامة أنا بعرفه من لما يعني كنا طلاب وما شاء الله عليه هو يعني دخل عالم ريادة الأعمال من أوسع أبوابه. حاليا الناس اللي بعينتها بإسطنبول بيعرفوا تطبيق باكيتمان، حاليا هو كوفاوندر فيه وبعتقد هو كمان مسؤول بشكل عام تخطيط الاستراتيجي تخطيط الأعمال والتسويق. فهلا رح نحكي شوي انه كيف الفرص للطلاب انه هن يصيروا كرائدين اعمال بتركيا. فبدي رايك انت او خلاصه التجربه هيك الصغيره الجميله في هذا المجال. هل انا هون رايح احيانا مبين شكله انه سلبي شوي، بس من الضروري انه ما حدا يدخل كستارت اب في تاسيس عمل ناشئ قبل ما يكون في عنده مجموعة جيدة من الخبرات، لأنه صح الفكرة هي الأساس لأي شركة ناشئة. أهم شيء أنه يكون في عندك فكرة صح، وأهم شيء أنه تكون في عندك بذرة لأنه تتطور تصير بزنس موديل ضابط راكب على السوق ويقدر يعمل ماركت فيت. ولكن في كثير ناس بتفكر انه انا اول يوم بتخرج من الجامعه بقدر اروح اتاسس شركه ناشئه، ولكن الوضع ما هو هيك ابدا. لانه انت متاسس شركه ناشئه وانت ما نسمع عن من قبل بشيء اسمه HR، ولا نسمع عن شيء اسمه فاينانس، ولا بتعرف الفرق بين المحاسبه وبين الماليه، او ما بتعرف الستركتشر الاداري كيف بيكون، او حتى المصطلحات. الكلام اللي حكاه اسامه هو كلام مهم جدا لكل حدا حابب يفوت بمجال رياده الاعمال. لهيك قررت انه نزله بفيديو منفصل مشان ما اطول عليكم الفلوج، وكمان ليكون مرجع للناس تستفيد منه. بختام الفلوج بتشكر كل حدا تابع الفيديو للاخير، بدي اتشكر ايضا القائمين على نادي الخريجين وكل حدا ساهم في انجاح هذا المؤتمر. والى اللقاء بفلوجات تانية ومؤتمرات تانية. انا محمود دخيلي بحييكم، سلام.